معروف اللي هو منتدى الفكر العظيم. أعتقد أن نكون جميعاً مجمعين على أهمية الفكر. هناك حراكات، حراك شعبي، حراك سياسي، حراك حزبي، حراك عقائدي. سؤالي لكم جميعاً، أين المضمون الفكري بين هذه وغيرها من المبادرات الشبابية؟ أليس المضمون الفكري الجامع يظل نهضوية؟ إذا كان هذا هو المفهوم، فأعتقد أن نستطيع أن نتحدث عن وجوب استمرارية هذه المبادرة، وأرجو أن تستمر في فهم واضح للجميع، لا نستمر إلا على أساس النزاع. الصدق مع الذات والصدق مع الآخر، وإلا لا رغبة لي شخصيا في أن أكون معني في مثل هذا الجهد. إذا مسألة الوصول لتعريف الصالح العام وإعلام الصالح العام والتنافس من أجل خدمة الصالح العام، فأرحب بكم جميعا وأرجو أن نكون متفقين على هذا الأساس. وصلنا الآن 80 سؤال، فتذكروني إذا كانت بعض الأسئلة إذا تمت الإجابة عليها مما سمعتم، أرجو أن لا تكرروا السؤال ذاته. أما فيما يتعلق في السؤال الثالث، الحضارات القديمة والحديثة، أنا لا أؤمن بحضارات كجمع، أؤمن بحضارة عالمية، حضارة عالمية متكاملة متراكمة وعشرات الآلاف من الثقافات. أما إذا نقول فضل الشرق على الغرب، نعم هنالك فضل الاستشراق، وفي الغرب بطبيعة الحال النهضة الحديثة تسمى نهضة التنوير اللي هي النهضة الصناعية. فعندما ينتهي الاستشراق بخلقه وباستناده إلى الرسائل الدينية والحضارية التقليدية كما سميتيها، حينئذ نرى أن الثقافة والخلق نعم بشكل أو بآخر من الصورة الكشنة للحضارة المادية التي لا ترحم والتي تؤدي إلى الكروب والميلاد كما نعلم. أما فيما يتعلق في السؤال الأخير، المنتدى الشبابي أستاذ الزوارة، تسهيلات أخرى، ماذا تعني بالتسهيلات؟ ولكنني أقول مرة ثانية، سنلتقي، سنوجه رسالة شهرية، سنستمع إلى أسئلتكم، ولكن الأهم من هذا وذاك أن هذا اللقاء سيكون لقاء افتراضي، بمعنى أن كافة جامعاتكم ومراكزكم تستطيع أن تشارك في يوما واحدا، فلا نضطر إلى نقل جيل معين من الضيوف إلى مكان آخر واستخدامكم لهذا هذه القاعة، لا، نستطيع أن نوفر جهدا سليما في التواصل من خلال توظيف التقارير لخدمة الحوار. وصلت الأسئلة إلى 100 سؤال، ونستمر في السعي لمجتمع المعرفة. تفضل. أحمد منصور. صباح الخير، مصور معلم في وزارة التربية والتعليم عن مجال الإضافي، وحصل جائزة الحسن للشباب الذهبية. مدخلتي في موضوع المجتمع المعرفة وبين الأديال وشح اللغة الشفافية الموروثة بين من المعوضات التي تعترض الشباب في طريقه قيادة التفكير. والانتقال لمجتمع المعرفة والباحث الإبداعي يطمئن الشباب على قدسية الأصول التي بني عليها مجتمعهم. النقطة الأخرى، وجهة النظر في أن تحرير المعرفة وجعلها مجانية سوف يقتل الحافز. إن الحافز لن يقتل لو اعتبر الباحث عن المعرفة نفسه ابن 40 بينما هو في 25. أن المفهوم الشائع عند الإنسان يحصل المعرفة في
خلال عمره يعني ممكن لابن الأربعين يحصل على المعرفة فقط لأجل ابن الأربعين. شكرا يا أحمد، شكرا. لو سمحتوا شباب، إذا عندكم أسئلة انسألت لا ترجع تكرروها. ريم أبو قبيطة تفضلي. صباح الخير، أنا ريم سمير أبو قبيطة جامعة الحسين من طلال تمريض. تحية إجلال وإكبار من الجنوب من معان لسموكم الكريم ولأصحاب المعالي والسعادة والسموم. بداية مبارك عليكم افتتاح هذا الصرح، مبارك علينا هذا هذه الإنجازات. شرف كبير لنا أن نحظى بفرصة إنشاء منتدى فكري شبابي تحت مظلتكم الواسعة. شرف لنا أيضا أن نحظى بفرصة تمكين الشباب بمجتمع معرفي. سؤالك يا ريم لو سمحت. باعتقادي ستكون أمر عظيم. هناك قاعدة تقول مولاي بأن المغلوب مولع بتقليد الغالب. اللحاق بالرقب المعرفي أمر العالمي أمر مهم جدا، ولكن علينا أن نراعي خصوصيتنا الوطنية أو خصوصيتنا العربية. إذا أردنا الحديث عن بيئة المعرفة، عندما رفعت أسقف الحرية رفعنا رفعت الأرضية. لا أدري إن رفعت من قبلنا لعدم كما كنا في أم لأننا لم نعي فرصة الانتقال للمعرفة الصحيح. بكل الأحوال ألا ترى أن ما ينقصنا بالفعل هو خلط الجو المعرفي؟ هل سنطمح بأن هناك بيئة خاصة بالفعل لو للوجود المعرفي عذرا للإطالة؟ شكرا، شكرا ريم. وسام سالم الشرفات، بس بليز شباب ابعدوا المايك عنكم عشان ما نقدر نسمع مظبوط. ثانك يو. لا والله وسام الشرفات قالت مياه وبيع من الجامعه الهاشميه. سمو الامير بالبدايه نتشكرك ونتشكر الدكتور طلال على استضافتنا هنا. لكن سمو الامير قبل البدء يكتب لي بالعربي انتقال الشباب الى مجتمع معرفي مش واجب توفر ارضيه، مش واجب ان يكون الشباب لديهم قدرات تطوير شخصياتهم تطوير ذاتهم يكون عندهم رؤية رسالة يعرفوا إلى أين يذهبوا. وكما يقول في حكمة العالم يفتح الطريق إلى الشخص الذي يعرف إلى أين يذهب. شكرا وسام. إليانا رشدان.